اكتر رسائل بتجيلي على انستجرام من الناس بتسال عن الهوم 4G، وبالمناسبه انا برد على كل رسائل على انستجرام. يعني عندك اي استفسار او اي مشكله او اي حاجه كلمني على انستجرام هرد عليك على طول. فبما ان في ناس كتير جدا بتسال عن الهوم 4G وفي حصل كده تغيير في باقات اورنج هوم 4G، فانا انتهزت الفرصه في الفيديو بتاع النهارده بدل ما اطلع اتكلم عن الباقات بس والتعديل اللي حصل فيها، فنتكلم عن ال 4G بشكل عام او الهوم 4G بشكل عام. ولو انت مش متابع، فباقات الهوم 4G ديت غير باقات الانترنت الارضي غير باقات الموبايل، يعني هي كده اي حاجه في النص، اغلى شويه من باقات الانترنت الارضي بس ارخص بكتير جدا من باقات الموبايل، والجيجات بتاعتها جيجات حقيقيه مش زي الموبايل بقى يقول لك لو استخدمتها على السوشيال تديك كل الجيجات، انما لو استخدمتها على موقع تانية بتديك جيجات. لا يعني هي زيها كده زي الانترنت الارضي في الجيجات. فالمعلومات اللي انا هوريها لك في الفيديو بتاع النهارده هي معلومات مهمه جدا، ركز كده من اول الفيديو لاخر الفيديو، وما تنساش طبعا قبل ما نبدا اللايك الجميل بتاعك واشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد. وكالعاده قبل ما ابدا الفيديو لازم اجيب لك عرض جامد جدا، والعرض بتاع المره دي ما يتفوتش ولازم تلحقه بسرعه. العرض ده من موقع كيس اوف، اللي زي ما انتم شايفين بيقدم خصومات رهيبه على سريالات اصليه لويندوز واوفيس، وعلشان بقى البلاك فرايداي فالعروض دي بقت اقوى. انت عندك خصم 50% على اي ويندوز تشتريه، ويندوز 10 سعره بيوصل ل $7، وكمان عندك خصم 62% على الاوفيس، وفي بقى خصم سبيشال وهو 66% على الاوفيس برضو. موقع كيس اوف من المواقع المضمونه جدا، وعملنا له فيديوهات قبل كده كتير على القناه، ولو واجهك اي مشكله في السيريال اللي انت اشتريته تقدر ترجعه بكل سهوله وتاخد فلوسك او تبدله بسيريال تاني، لان عندهم دم فني شغال 24 ساعه طول ايام الاسبوع. عمليه الشراء بقى سهله وبسيطه جدا زي اي حاجه انت بتشتريها اونلاين، بس اهم حاجه عشان تاخد الخصم تخش على اللينكات اللي في الديسكربشن تحت الفيديو، لانك لو رحت للموقع مباشر مش هتلاقي العروض الجامده دي. وانت بتشتري بقى لازم تحط اكواد الخصم اللي انا سايبها لك في الديسكربشن تحت الفيديو. MEV50 هيديك خصم 50% على الويندوز، MEV62 هيديك خصم 62% على الاوفيس، MEV66 هيديك خصم 66% على بعض منتجات الاوفيس برضو. والموضوع ما وقفش لحد هنا، انت كمان لو بتستخدم البرامج دي في شغل وبتاخد كميات كبيره فهتاخد منهم باسعار اقل بكتير من اللي احنا قلنا عليها دلوقتي. ادخل دلوقتي على موقع كيس اوف من اللينكات اللي في الديسكربشن تحت الفيديو عشان توفر اكتر وتحمي جهازك. قبل ما ابدا الفيديو لازم اقول حاجه مهمه جدا، وهي باقات الهوم 4G دي موجهه لمين؟ لان انا في ناس كتير جدا بتسالني طب اجيب هوم 4G ولا استخدم انترنت ارضي، وفي ناس كمان بتكتب لي كومنتس تحت الفيديوهات بتاعت الهوم 4G تقول لي طب انا ايه اللي يخليني اجيب هوم 4G؟ ما انا استخدم الانترنت الارضي وخلاص. يا جماعه الموضوع مش كده، باقات الهوم 4G ليها استخدام معين في حالات معينه لناس معينه. انت لو عندك الانترنت الارضي بتاعك وعندك خط ارضي شغال تمام ومظبوط وما فيهوش اي مشاكل ومديك السرعه اللي انت محتاجها، فبالتالي انت مش محتاج الهوم 4G. ولكن كمل الفيديو علشان ممكن بعد كده احتياجاتك تبقى يعني عايزه هوم 4G، فساعتها تبقى تفكر ان الهوم 4G ممكن يبقى اختيار مناسب بالنسبه ليك. وبص بقى، باقات الهوم 4G دي موجهه لحد ما عندوش خط تليفون ارضي اصلا، والمنطقه عنده لسه قدامها شويه على ما يخش لها خطوط ارضي، فساعتها الشخص ده هيعتمد على الهوم 4G عشان ما يقعدش يشحن باقات موبايل كل شويه، لان الهوم 4G هيبقى اوفر زي ما قلنا بالنسبه له. والهوم 4G برضه لشخص تاني محتاج ابلود قوي، يعني مثلا كلنا عارفين ان الابلود في الخطوط الارضيه النحاسيه بيبقى مش احسن حاجه، يعني لو انت مشترك على 30 ميجا بيبقى 3، وفي ناس برضه ممكن تحتاج هوم 4G اللي هي عندها خطوط ارضي بس بعيده عن الكابينه، الخطوط الارضي فيها مشاكل، لسه ما اتطورتش البنيه التحتيه عندهم. إيه طبعا الكلام ده للناس اللي ما عندهاش اف تي تي اتش، الناس اللي عندها اف تي تي اتش الدنيا معاها زي الفل، داونلود وابلود 200 و300 بلاش نتكلم، ان شاء الله قريب الاف تي تي اتش هيشتغل عند معظم الناس. كده عرفنا ال 4G ده موجه لمين، عشان ما الاقيش حد نازل في الكومنتات يقول لي يا انيس الهوم 4G انت طالع بتتكلم عنه ليه، ده النت الارضي احسن منه. يا عم هو لو ما فعلا الانترنت الارضي احسن منه، ما هو لو في انترنت ارضي ما تشتركش في ال 4G. تعالوا بقى نروح للباقات الجديده اللي اورنج عملتها للهوم 4G، او خلينا نقول التعديل اللي حصل على باقات الهوم 4G، لان هي مش جديده، هي نفس الجيجات تقريبا، ولكن في تعديل كده حصل ممكن يبقى مناسب لبعض الناس وممكن يبقى مش مناسب لبعض الناس. ونصيحه لما تيجي تشترك في الهوم 4G ما تشتركش على اول باقه، لان هي بتبقى غاليه جدا كقيمه مقابل السعر، يعني حاول كده من تاني او تالت باقه. تالت باقه دي اللي هي تقريبا اول باقه في الانترنت الارضي، فخليك كده منها عشان ايه ما تحسش انت دفعت فلوس زياده مقابل عدد جيجات قليل. يعني مثلا عندك اول باقه بتديك 40 جيجا في الشهر ب 145 جنيه. اعتقد ده اختيار مش مناسب خالص وغاليه جدا، على ال 40 جيجا دي مش هتكفي اي حد اصلا. عندك 70 جيجا لو انت بتستخدم الانترنت لوحدك 195 جنيه. هتبقى اوفر بكتير جدا بالنسبه لك من ان انت تقعد تعمل باقات موبايل، وال 70 جيجا دول هم 70 جيجا فعلا على كل المواقع. وعندك 140 جيجا ب 310 جنيه، ودي قيمه احسن مقابل السعر لو خدت بالك كل ما بتعلى الدنيا بتبقى احسن معاك، ولما بتعلى اكتر من كده بقى ممكن توصل او تقرب قوي من اسعار الانترنت الارضي. يعني لو دخلت على 240 جيجا هتلاقيها ب 480 جنيه، لو دخلت على ال 350 جيجا هتلاقيها ب 700 جنيه، ولو دخلت على 400 جيجا هتلاقيها ب 800 جنيه. وهنا بقى سنسكت قليلا، او مش سنسكت، ده احنا هنتكلم. بص يا سيدي، زمان لما كنت بتعلى كده بالباقه في اورنج هوم 4G فانت كنت بتاخد سعر قوي جدا، لكن دلوقتي السعر غلي. يعني خدت بالكم ان الاسعار زادت عن الاول، وما تتخضش هقول لك البديل، يعني اصبر بس كده خليك معايا.
ليه الاسعار زادت؟ بص يا سيدي، اورنج زمان الانترنت عندها الباقه بتاعته كانت مقسومه، بيديك نصها من الساعه 12 صباحا لحد الساعه 12 مساء، والنص التاني تستخدمه طول اليوم، وكان بيبقى فيه مصاريف دمج للباقه. يعني كنت مثلا على اول باقه تدفع 20 جنيه يدمجهم لك الاثنين، خلاص بقوا باقه واحده. الباقات العاليه كنت ممكن تدفع بال 60 وال 80 وال 200 جنيه علشان تقدر تدمج الباقه دي مع بعضها. انما دلوقتي الباقه بقت مدموجه اجباري، يعني عملوا زي فودافون ووي، وشويه هنروح الاتصالات عشان هي لسه جامده. فهم عملوا زي فودافون ووي، الباقه بقت مدموجه على مدار ال 24 ساعه، ولكن هو حط لك مصاريف الدمج ديت زياده على الباقه اجباري. في ناس كتير طبعا ممكن تفضل ان الباقه تبقى على بعضها، لان هم استخدموا الانترنت بيبقى في الاوقات اللي هي اوقات الذروه، او الوقت اللي هو ما فيهوش الباقه الاضافيه الثانيه. ولكن انا كنت افضل ان النظام الاولاني يفضل موجود، ويبقى فيه اختيارات ان انا اختار فعلا عايز ادمجها ولا مش عايز ادمجها. لو جينا كده نعمل مقارنه سريعه بين فودافون واورنج في اسعار الباقات، فهنلاقيهم تقريبا واحد، مفيش اي فرق في الاسعار. ممكن دي تزود 10 جيجا وتزود قصادها 20 جنيه، او تقلل 10 جيجا وتقلل قصادها 20 جنيه، فالاثنين واحد تماما. ولو رحنا لوي برضو هنلاقي نفس الكلام، يعني برضو مش هنلاقي اختلافات كبيره، هتلاقي نفس القيمه مقابل السعر زي فودافون واورنج دلوقتي، مع العلم ان اورنج كانت متفوقه زمان علشان كانت اسمها تديك سعر اقل، ولو انت اللي عايز تدمجها كانت بتزود لك بقى السعر زي بقيه الشركات. لو جينا بقى نبص على باقات اتصالات، فهنلاقيها ارخص شركه دلوقتي بتقدم باقات ال4G، يعني مثلا الباقه اللي هي ب 450 جنيه فدي بتديك 270 جيجا، وارخص من كل الشركات. الباقه اللي هي ب 300 جنيه بتديك 170 جيجا، ولو رحت شفتها في اورنج ب 310 جنيه تديك 140 جيجا بس. ولكن خلي بالك لو جيت تبص على الباقه بتاعه الاتصالات كده هتلاقيها مقسومه، نصها من 2 صباحا ل 2 مساء، ونصها طول اليوم. هتقولي انا خلاص كده يا نيس اروح اشترك في اتصالات لو انا مش فارق معايا بقى ان الباقه تبقى مقسومه وانا هعرف اظبط استخدامي، فاروح الاتصالات بما ان هي ارخص شركه؟ وده حرفيا سؤال بيتسال لي كتير قوي، يعني اختار انهي شركه؟ ده تقريبا 80% من الناس اللي بتسالني بتقولي اختار انهي شركه. بص من الاخر وبدون اي كلام كتير، اختار افضل شركه الشبكه بتاعتها موجوده عندك، حتى لو الشركه دي اغلى شركه فيهم. هتقولي طيب يا عم انيس يعني اختبر الشبكه ازاي؟ بص يعني الحل الوحيد ان انت تختبر بيه الشبكه بشكل دقيق في البيت عندك هو ان انت تجرب، يعني ما حدش يقدر يقول لك حاجه غير كده. وخلي بالك اوعى تروح تجرب بقى بالليل متاخر او الصبح بدري، لان كل الشركات هيدوك سبيد عاليه جدا، فانت كده مش هتعرف تقارن او تعرف تجرب. لازم تجرب في الوقت اللي هو بتاع وقت الذروه. ولكن عزيزي المشاهد، احذر 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 من حاجه مهمه جدا قبل ما تشتري راوتر الفورجي. خلاص انت مثلا جربت الاربع شركات عندك، او جربت مثلا اتصالات، او جربت فودافون وطلعت هي بتقدم افضل شبكه عندك في البيت على موبايلك، انت كل ده مركب الخط في الموبايل وجربت بالموبايل، بس الموبايل بيبقى فيه تقنيات احدث من بعض راوترات الفورجي. عشان كده بقول لك احذر، عشان اقول لك هتشتري انهي راوتر واوريك تجربه عمليه دلوقتي قدامك. مش عايز ادخلك في تفاصيل كتير عشان ما اطولش وقت الفيديو، دي ممكن نعملها فيديو منفصل ونشرح ايه هي التقنيات ديت بشكل علمي، ولكن النهارده عايز اقول لك ان هي هتفرق معاك كتير جدا في البينج، وهتفرق معاك كتير جدا في السرعه والداتا ريت. فبالتالي انت لازم تجيب راوتر 4G بيدعم احدث التقنيات زي الموبايل بالظبط، عشان لما تيجي تجرب عليه تلاقي نفس الداتا ريت اللي موجوده معاك على الموبايل. هتلاقي كل شركه كده عندها راوتر ب 1000 جنيه وراوتر تاني ب 1400 جنيه او 1600 جنيه، والراوتر اللي هو ب 1000 جنيه ده بيتعمل عليه عروض وبينزل سعره ل 800 و750 جنيه كمان. اوعى تشتريه، يعني الراوتر الرخيص ده اللي هو 4G بس مش 4G بلس ما تشتريهوش، وده بيبقى سنجل باند بس، واللانات بتاعته بتبقى 100 ميجا مش 1 جيجا. اللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي ده هو حته من فيديو قديم كنا عاملينه لراوتر اورنج الجديد اللي هو الهوم 4G بلس، ولما نزل الراوتر الاغلى قلنا لازم نقارنه باحدى الراوترات القديمه اللي هي مش بتدعم التقنيات الحديثه زي الراوتر الالكاتيل. فلو تلاحظوا في سرعه الداونلود كان في فرق كبير جدا، يعني وصل متوسط سرعه الداونلود 38 ميجا في الراوتر اللي هو ال4G بلس، انما الراوتر العادي اللي هو الارخص كانت 14 ميجا بس، فالفرق كبير. انما بقى اللي لاحظته ان الابلود كان الاثنين قريبين جدا من بعض، يعني واحد 34 ميجا واحد 32 ميجا، فمفيش فرق كبير في الابلود، انما الداونلود فعلا كان فيه فرق كبير. وخلي بالك انا شبكه اورنج عندي ما فيهاش 4G بلس، هي 4G بس، فتخيل هو قادر يتعامل مع ال4G بس العادي بتقنياته الجديده ديت احسن بكتير جدا من الراوتر القديم. ما بالك بقى انت لو في مكان فيه 4G بلس، فطبعا هيديك 100 و150 وحاجات غريبه جدا كده، لان هو بيسبورت ال4G بلس. المقارنه بقى اللي انتوا شايفينها قدامكم دلوقتي دي انا عملتها النهارده بين الموبايل وانا مركب فيه الخط عادي وشغال ال4G بتاع الموبايل، وراوتر تاني فودافون اللي هو القديم اللي هو الرخيص. فلو لاحظت كده هتلاقي ان انا وانا مركب الخط في الموبايل اداني متوسط سرعه داونلود 25 ميجا، ولما كنت مركب الخط في الراوتر وده في نفس التوقيت، يعني في وقت قريبين جدا من بعض عشان اتاكد ان مفيش اي فرق حصل في الشبكه والاثنين في نفس المكان، فالراوتر اداني 14 ميجا بس. وفي الابلود زي ما انتم شايفين يعني الاثنين واحد مفيش فرق، نفس اللي حصل
في المقارنه بتاعت اورنج اللي فات. فمن الاخر في فرق كبير في تجربه الاستخدام انت هتلاحظه، خصوصا بقى لو انت الشبكه عندك ضعيفه او يعني بتجيب 5 6 ميجا بالعافيه على الموبايل ولا 10 ميجا، فلما تجيب راوتر من الراوترات الرخيصه مش هتديك 2 3 ميجا في وقت الضغط وكده. فاحسن لك انت تستثمر في راوتر كويس، ودي نصيحتي ليك عايز تجيب الارخص لو انت مش محتاج سرعات عاليه. فبالتاكيد طبعا وفر فلوسك وهات الارخص. وكده احنا خلصنا. سوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه، وتابعونا على كل المنصات بقى فيسبوك انستجرام تيك توك تويتر علشان يوصلكم كل جديد. شكرا جدا على المشاهده، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. You should hear it.